جدا، الناس زعلت عليك بعد ما مت. انا من اول ما قالوا لي، من اول مسلسل قالوا لي هيحصل عملية اغتيال ليك ممكن في ال22 في انت كنت من الجزء الاولاني موجود؟ يعني انت الوحيد اللي مكمل من الجزء الاولاني. الحمد لله. في ناس مكمله، في ناس مكمله التالت. في ناس لسه مكمله للتالت. ليه مكمله التالت؟ ابني اسيبه يعني اول مره ما ماتتش، يعني قلنا هتموت في المشهد الاولاني ما ماتتش. لا عملت اكشن حضرتك في اول حلقه لما التكييف وقع عليا وقلت له مش دكتور بيتر، انا عملت اكشن. يعني هو نفسه مات مرتين في المسلسل. لحد لسه هاجي لك في الموت ده. لا والله اسال الدكتور باهر. اما قريت الحلقه الثامنه اللي هم المفروض ضربوه وبتاع مش عارفه ايه وبتقفل على كده، انا بكلمه وعياط انهيار. قلت له ليه يا باهر كده؟ ليه بتموت امير؟ ليه؟ لان تعاطفت ان فعلا سليم الانصاري ده حته مني. قال لي معقوله يعني هموت امير في الثامنه وبعدين هعمل ايه؟ بقيت مش عارف في الثامنه ونقعد 22 حلقه. والله بس من كتر ما صدقت، من كتر ما صدقت وانا بقرا على الورق. الناس صدقت على فكرة. أيوة. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا في قناة الحياة نزلنا في رمضان كاميرات سجلت في الشارع، كنا عارفين طبعا الحلقة دي والمشهد دي الحقيقة، فالناس شفنا رد فعل الناس. هو مات؟ ما ماتش؟ طب وهتكملوا مسلسل إزاي؟ طب وإيه اللي حصل؟ الحقيقة كانت برضو عمل اللي هو فيه وقفات شرعية جميله جدا عملها الدكتور اللي هو بقى. برضو عدم ثقه في بيتر ميمي، خلي بالك. الناس ما بقتش تثق في بيتر ميمي. مش عزيز وبيموت اي حد في اي ثانيه في المسلسل. ما هو الورق جاي لي كده. قال لك لا، قال لك ده جاحد ممكن يموت سليم الانصاري عادي. لا الورق جاي لي كده. طيب.